طيب بالأمس الحقيقة فقدت مصر والوسط الفني فنانة كبيرة هي الفنانة عايدة عبد العزيز رحمها الله، وصفت بالفنانة الكبيرة وبالإنسانة العظيمة أيضا. الحقيقة أذكر لها أعمال كثيرة جدا في النمر والأنثى وفي الواد محروس بتاع الوزير وفي غيره، كانت دائما هي الزوجة المعترضة أو الزوجة المتحكمة يعني، أو الزوجة الحقيقة كان ليها طلة قوية وكان ليها طلة لطيفة. ورغم هذا الدور اللي دايما فيه تهكم وفيه شوية شر كده، بس كانت فنانة محبوبة وكانت ست لطيفة حتى تحبي تشوفيها على الشاشة. ربنا يا رب يرحمها. من أهم الأعمال نمر والأنثى، حققت البطولات عفاريت الأسفل، تفجر الإسلام، هليبوليس، خلطة الفوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الواد محروس بتاع الوزير زي ما قلنا قبل كده، يوميات ونيس طبعا برضو في يوميات ونيس كانت بنفس الشخصية، زينب العرش، المرايا، وهلا والدراويش، وضمير قبل حكمت. على الهاتف معنا أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني. أحمد صباح الخير. أهلا وسهلا أحمد. أعزيك في أستاذة عايدة، لأنه أنا عارفة حضرتك كنت تحبها إزاي على المستوى الفني والإنساني، وهي بالفعل فنانة كبيرة جدا. هي فنانة كبيرة واحنا بنعزي الوطن العربي. نعم. لأن عايدة عبد العزيز لم يقتصر فنها على مصر بس، هي كمان كانت موجودة في فترة من اللي هي نهاية السبعينيات أيوة في الخليج، وقدمت أعمال كثيرة جدا هي وزوجها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم باللغة العربية الفصحى ومسلسلات دينية كتير الحقيقة. لكن بالنسبة للأداء دايما كنا بنشوف عايدة عبد العزيز كتلة نشاط أو كتلة طاقة عايزة تخرج. وهنا يعني حضراتكم ذكرتوا مجموعة من أسامي المسلسلات، لكن شوفوا مثلا هي وهي واقفة قدام فاتن حمامة في قبل حكمة ست زاهية، يعني حاجة مش طبيعية. الاثنين قمم كبيرة والاثنين مباراة قصاد بعض، فهي الحقيقة لا شوف كمان أحمد دورها في فيلم بحب السيمة، يعني البعض يتصور ان الفيلم طبعا بطولة ليلى علوي ومحمود حميدة والطفل يوسف. هي كانت مامتها؟ كانت والدتها. شوف دورها عامل ازاي. طبعا انا زهلت، اكتشفتها يعني اتفاجئت بيها في الدور ده. لا هي الحقيقه ادائها الراجل كان بيعكسها في التليفون. ايوه فاكر. أيوة. وفي حاجه كمان هي وجودها في المسرح اداها خبره كبيره جدا جدا، ان هي شغلها بعد كده في الدراما وفي السينما بتتقن هذا الدور. لازم نقول ان عايده عبد العزيز هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحيه، لكنها لم تكتفي بذلك. هي لما سافرت مع جوزها في سنة 61 إلى لندن درست التمثيل هناك وتفوقت. فعايدة عبد العزيز تاريخ كبير جدا. نذكر مثلا سنبل اللي هي رحلة نابليون، وهنا يعني على العكس تماما عملت دور الزوجة المنكسرة، يعني هي احنا دايما واخدينها قوية، لكن هنا نجحت بشكل كبير جدا ان هي تعمل دور الزوجة المنكسرة. عايدة عبد العزيز فنانة قديرة، والفنان القدير بيركب على الدور. عشان كده احنا افتقدنا فنانه كبيره جدا جدا وواحده من الرعيل الثاني او الثالث في معهد الفنون المسرحيه، ولكن مصر ولاده برضه واحنا دايما بنتمنى لها الرحمه. احمد بشوف حاجه وصلحها لي لو سمحت لو غلط. استاذه عايده بعد رحيل استاذ احمد عبد الحليم من كام سنه وهي حبيبتي في تراجع، يعني هي شعرت انه دي النهايه برحيل شريك العمر، بدات من وقتها التداعيات الصحيه المختلفه وصولا لألزهايمر في الاخر وتصريح ابنها بانه ليس هناك سؤال عنها بالقدر الكافي او تكريم لائق ليها من الوسط الثقافي او من القائمين على المساله الفنيه. هل بتشعر انه عايده عبد العزيز بعد احمد عبد الحليم؟ انت عندك حق الحقيقه. لسبب بسيط، بعد استاذ احمد عبد الحليم عليه رحمه الله هي شعرت بالوحده. يا حبيبتي شعور بالوحده ان اولادها كمان بيتعلموا وعايشين بره في امريكا، فمن هنا هي حست بالوحده وبقت نقدر نقول زهده في الدنيا بشكل كبير جدا. حتى في احد اللقاءات قالت انا غلطت اتعلمت ولادي بره، لان هي هنا كانت قاعده لوحدها.
هنا بقى السنين اللي هي الخمس سنين الأخيرة أعتقد أن عايدة عبد العزيز كانت يعني بعيد تماما عن الحياة بشكل ما، ولكن هي كانت موجودة على قيد الحياة تتنفس. نعم. ثم أصابها مرض الزهايمر، لأن الصدمات اللي هي مرت بيها كانت كبيرة جدا. نعم. أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني، شكرا جزيلا لحضرتك، وخالص عزائنا لحضرتك في وفاة الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، وعزائنا أيضا للوسط الفني أكمله برحيل سيدة مهمة للغاية فنيا وأيضا إنسانا.